والله ما كنت غديتي بحالك. كان عندي مشكل مع بن شيخه قبل من يجي هذا المدرب هذا اللي عندنا دابا، كان عندي على قبل الوزن وكنت طيحت شي 5 كيلو وبقيت غادي، وكنت اتفقت انا بالسي عبد الحق بن شيخه باش نبقى نتريني ومع المباريات راه طيح دغيا طيح في شهر. بن شيخه ما مشاوش مع النتائج، مشى من الفرقه، جا المدرب هذا اللي عندنا دابا، جا حتى هو قال لي نفس المشكل بان الوزن. شرحت ليه قلت ليه بان راه اني زيد في الوزن، اتفقت معاه وقلت له انا شنو طيحت وشنو درت والبروغرام اللي درته مع بن شيخه واش نكملوا انا وياه. قال لي اوكي نكملوا بحال هكا باش طيح دغيا مع المباريات تكون واجد. فعلا كنت مصاب، دخلت المباراه ديال الراك دخلت فيها ربع ساعه، كان جا عندي قال لي راه غادي تكون معايا في مباراه ديال خريبكه غتدخل 40 دقيقه بشويه بشويه مع ديك مع الريجيم اللي كدير تكون شديتي الفورمه ديالك. فالمباراة ديال خريبكة كان تفاجأ ما دخلنيش المدرب. انا بركت مع الادارة ديال نادي المغرب التطواني باش نفسخوا العقد ديالنا، حيت المشاكل غادي تطور مع المدرب اللي عندنا دابا، حيت هو ما تفهمنيش وانا ما تفهمتوش. قلت مصلحة الفريق هي الاولى، انا غادي نبقى بارك والفرقة كتعطيك فلوس، ما انا ما نبغاش الراسي، انت بارك وكتخلص ما نبغاش الراسي. جيت بركت مع النادي قلت لهم شنو كاين، ما يمكنش نتوما كتخلصوني وانا غنبقى بارك، وانا حاس براسي غادي نعطي اضافه للفرقه. صافي دازت يومين قالوا لي سير ما نقدروش نفسخوا معاك العقد. قلت لهم دابا شنو المشكل، دابا فين شنو غادي نديرو؟ قالوا لي بان راه غتبقى معنا حتى شهر 5 والفريق راه ما يمكنش دابا شوف في المرتبه الاخيره وهداك الشيء، ما يمكنش تمشي ياسين. الحمد لله دابا سالينا الالي، ما كاين لا اصابات لا والو، غادي ندخلوا للمعسكر باش عندنا تابعنا واحد الروتور كاع الماتشات فينال. كتعرف الفرق بيننا وبين الفرق اللي قدامنا كاين، ما كاينش واحد النقاط كثار، وكنتمنى من الله باش نبريباريو مزيان ونعتقوا الفريق اللي حتى ماشي ديال هاد المرتبه هادي اللي فيها حنايا، وكتعرف مدينه كبيره وجمهور اللي ذواق وكيبغي يعشق كره القدم، واخا العين بالنا كنخسروا هذاك الشيء وكيجيو يشجعونا. حنا كذلك غادي عندنا لعابه اللي قدوا يقولوا الكلمه ديالهم في الروتور، وكما قلت لك ان شاء الله نبريباريو مزيان ونخرجوا من الفريق لهاد المرتبه هاد. خاص اللاعبين والاداره والجمهور باش يتجمعوا ويخرجوا الفريق من هذا الشيء اللي فيه دابا. وكتعرف فريق الرجاء البيضاء هو فريق كبير وعنده جماهير وكيديما خصو يلعب على الالقاب. حاليا انا عندي عرض واحد، هو تكلمت مع ولد فوزي البنزرتي ايمن البنزرتي، قال لي راه عندك فرقه في تونس. قلت له الف مرحبا، انا سباكس تونسي. قلت له الف مرحبا، ودابا انا كنهضر انا وياه. الكره راه كتلعب في جزئيات، لكن الا كانوا خوت وتحاماو وراه ان شاء الله راه غادي يحققوا نتائج ايجابيه. واخا هي صعيبه كلشي تيقول دابا البرتغال ولا الاسبان راه هما اللي ما نساوش، حتى ايران راه هو راه منتخب كبير، وان شاء الله يسهل عليهم الله ويفرحونا ويفرحوا الجماهير المغربيه. وداكشي اللي حنا اللي كنتمنى سي بون صافي. تبارك الله عليك.